الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في شرح الخلاصة في أحكام رمضان. الرسالة ديت بنشرح فيها 5 أبواب، بنشرح فيها فقه الصيام وفقه القيام وفقه الاعتكاف وفقه زكاة الفطر وفقه العيد، يعني كل المسائل تقريبا اللي انت سوف تحتاجها في رمضان. طيب نبدأ أول حاجة، أول رسالة في فقه الصيام. أول مسابقة بتتكلم على ماذا نفعل في شعبان. بنعمل في شعبان 6 عبادات. العبادة الأول بنكسر فيه الصيام، يعني من أول شعبان كده لازم ندعو الناس وندعو أنفسنا إلى كثرة الصيام في شعبان. ليه؟ لـ3 أسباب. السبب الأول إن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان أقصر شهر من الشهور بعد رمضان. طيب السيدة عائشة سألته، قالت ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال بترفع في شعبان. دول الـ3 أسباب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ده شهر بيغفل عنه الناس، والعبادة التي في في الزمن اللي بيغفل عنه الناس عبادة مضاعفة. تالت حاجة إنه بترفع الأعمال إلى الله. طيب العبادة التانية إنك تراجع أبواب الشرك، ولو لقيت نفسك وقعت في أي باب من أبواب الشرك تتوب منه، وتراجع الناس اللي أنت تحمل لهم شحناء وتدعوهم لجلسة شرعية. في الجلسة الشرعية ده أنت وهم تاخدوا الحكم، والحكم طب هم ما جوش، يبقى أنت كده لا، أنت لست مشاحن بباطل، أنت مشاحن بحق، هم ظالمينك وأنت مشحون، فشرعا لا تأثم بذلك. زي الشحناء بيننا وبين اليهود، زي الشحناء اللي بيننا وبين الشيعة، الحب في الله والبغض في الله. طب جم عن جم وقعدوا في جلسة شرعية وتحكم فيها، يبقى الشحناء زائد. طب ليه بنراجع أبواب الشرك، وليه بنشوف الناس الشحناء اللي بيننا وبينهم شحناء وندعوهم للشرع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ليلة النصف من شعبان، فبيقول يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يبقى ليلة النصف من شعبان تتميز عن بقية الليالي إن بكل الليالي ربنا بيطلع في الثلث الأخير من الليل، أما في ليلة النصف من شعبان طول الليل ربنا بيطلع على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وإنت رجعت أبواب الشرك وتبت إلى الله لو وقعت في شرك ودعيت الناس اللي بينك وبينهم شحناء للشرع، فزالت الشحناء اللي بالباطل وبقيت الشحناء بالحق. طيب تالت عبادة في يوم النصف من شعبان نقول للناس اللي كان صايم قبل كده يكمل صيام، اللي كان صايم 2 وخميس يكمل 2 وخميس، اللي كان صايم يوم يوم يكمل يوم يوم، اللي ما كانش بيصوم ممنوع يصوم. طب ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ونعيد التنبيه ده بعد كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. العبادة الرابعة قبل رمضان بيوم ننبه على الناس إن صيام يوم الشك محرم. يعني يوم الشك إحنا صمنا الجمعة والسعودية صايمة السبت، فواحد يقول لك طب ما أنا صوم الجمعة، بتوع السعوديين يعني يقولوا صوم جمعة مع مصر احتياطي او العكس، او غم علينا فالناس يقولوا عن صوم. لا، الرسول قال فان غم عليكم فاتموا شعبان 30 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يصوموا مع بلدهم، افطروا مع بلدهم. صيام يوم الشك حرام. طب ايه الدليل انه حرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم. العبادة الخامسة تطيب المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني نبني المصليات في القرى والنجوع والشوارع عشان الناس ما تكسلش تروح تصلي جماعة بعيد، وأمر وأن تنظف وتطيب. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا دايما ننظف المسجد ونطيب، خاصة بقى في رمضان كده. خلصنا المسابقة الأولى وجزاكم الله خيرا.